السودان في هذه الأحداث شعب جنوب السودان. إذن ما في كلمة غير أن نقول سلفا كير رئيس بتاعنا، رئيس بتاعنا سلفا كير، سلفا كير رئيس بتاعنا، حرية سلام وعدالة. والسلف خيار الشعب.
الناس انه جنوبين في دانا في امريكا وفي دول كلها لمن جيري فوقه كرفوجيس كلاجئين واقفين ومن وطنين واقفين قوي ما سلام واقفين قوي ما رئيس بيتهم عشان كده هم استقبلوا استقبل رئيس استقبال بأولى بيتهم هم استقبل رئيس ورئيس أوباما وجون كيري وزير خارجية بتاع أمريكا وناس كبار تاعكم أمريكا استقبل رئيس بتاعنا بحرارة أي رأي جنوب السودان وي سيد بكير ما يعني دوي جنوب السودان وي نمان جون كيري قولوا يعني حكومة بتاع رئيس البداية حكومة سرعية حرية سلام وعدالة وسلف خيار الشعب حرية سلام وعدالة وسلف خيار الشعب دي النقطة كالير ياك ماشر سوك كلام سلام كاليسي بهجومات زيو من حجم نينا قبل مرتين في الناس كلي نسيبو كلام دي اللي هو لكن نينا ورا سلام يا جماعة عسا بعد عسا دا نودي فرصة لرئيس بتاعنا هو جاي تعبان من ممورية طويلة لكن هو مقصود بجاي بتاعكم دير يسلم عليكم يا جماعة رئيس بتاعنا مرحبا رئيس بتاعنا سلف أكيد رئيس بتاعنا سلف أكيد كلام البقولو ده نوير ما دين كده سمو جاو قبيلتين في جنوب السودان في 64 قبيلة سيف اثنين لو شاكلو وين الاثنين وستين لو انو رئيس بتا جنوب السودان كان بقى دينكا معناتو يبدلو بينوه قبالة تاني ما في بكرة ممكن يكون رئيس من اي هيتا تاني ما دينكا ولا نوير حقيقة لازم انو يقولو ونحن نتشكل